اخوان قبل ما نبدا الفيديو هذا راح يكون باي تعديل او مونتاج، لانه الفيديو سويته لكم سريع بسبب قله الوقت اللي موجوده عندي. طبعا اللي متابعنا اول مره، انا دكتور ادم عراقي مقيم في اوكرانيا، مدير شركه التوأم المختلف. وهذه ناستيا، مديره بشركه ديفرنت توينز. إذا شفتوا الفيديو مالتي مفيد ممكن تشاركوه مع أصدقائكم مع عائلتكم حتى نقدم لكم أحلى خدمة ممكن تشوفوها في أوكرانيا. مرحبا، كيف حالكم؟ شنو أخباركم؟ اليوم جايكم خبر كلش حلو. الخبر هذا إنه كل دول الخليج بصورة عامة، سعودية، كويت، قطر، بحرين، إمارات، يدخلون أوكرانيا مجانا من غير فيزا. هذا الخبر يا جماعة حقق ترند على دول الخليج. يا جماعة الخير، لا تجون أوكرانيا إذا ما تشوفون هذا الفيديو، لأن بهذا الفيديو راح تشوفون أوكرانيا كلها بالتفصيل الممل. موقع أوكرانيا جدا مميز يا أخوان. من شرق أوكرانيا دولة روسيا، من شمال أوكرانيا روسيا البيضاء، من غرب أوكرانيا بولندا، من جنوب غرب أوكرانيا رومانيا ومولدوفا، ومن جنوب أوكرانيا البحر الأسود وبحر أزوف وجزيرة القناة. يعني الموقع كلش استراتيجي يا اخوان. مساحة اوكرانيا 604 الف كيلومتر، ويبلغ عدد سكان المدينة 42 مليون نسمة. يبلغ عدد مدن اوكرانيا 55 مدينة، 20 مدينة سياحية والبقية مدن عادية. من دول المدن العاصمة كييف، خاركوف، ليفوف، ايفانا فرانكوفسك، اوديسا، زاتوكا، ميكولايف، خريسون. خلينا نتكلم عن كل مدينة وشنو النشاطات اللي تقدمها هذه المدينة. مثلا إذا نتكلم عن العاصمة كييف، بالعاصمة كييف راح تشوفون المعالم الحضارية والبنيان الجميل والأنشطة والتمشية بالشارع. هاي المدينة راح تكون مناسبة كلش للشباب والعوائل. طبعا في غنى عن الحياة الليلية اللي موجودة في كل مدن أوكرانيا، ما راح نقول إنه كل مدينة موجود حياة ليلية، لأن أوكرانيا هي منبع الحياة الليلية لكل دول العالم. لذلك تكلمنا عن ذني الاساسيات، اوكي؟ ايضا بالنسبه للناس المحبه للزوارق والتجديف والمغامرات على الانهر فانصحكم بالعاصمه كييف. بالنسبه لخاركوف، خاركوف تعتبر ثاني اكبر مدينه في اوكرانيا، وكانت عاصمه اوكرانيا سابقا. طبعا هذه خاركوف فيها 55 جامعه، ايضا هذه الجامعات يدرسون فيها طلاب عرب وهنود وإتراك إلى آخره. لذلك هذه المدينة دراسية، لكن بنفس الوقت فيها غابات وفيها حدائق حيوانات وفيها منتزهات وباركات وألعاب للأطفال. أنصح فيها أيضا للعوائل وللشباب والناس اللي تحب ركوب الدبابات بين الغابات، فأنصحكم بخاركوف. ثالثا أوديسا. أوديسا طبعا تعتبر عروسة أوكرانيا، لأنه مطلة على جنوب أوكرانيا. يعني انتوا باوديسا تشوفون تركيا. حتى موجود في اوديسا بارك اسمه اسطنبول اوديسا بارك. طبعا اوديسا عبارة عن حياة كلها بحر، فيها اكبر دار اوبرا في اوروبا وفيها ميناءات كثيرة للتصدير والاستيراد. اوديسا ايضا مناسبة للشباب ومناسبة للعوائل ومناسبة الى الناس اللي عندها شهر العسل. رابعاً ليفوف. هذه مدينة غرب أوكرانيا، اللي يدخل هذه المدينة جسمه يقشعر، يحس يريد يبكي من جمال هذه المدينة، من تاريخها، من بنائها. طبعاً هي تمثل أصل أوكرانيا، حتى الشعب هناك يتكلمون أوكراني على طول، ما يتكلمون روسي أوكراني مثل بقية مدن أوكرانيا، يتكلمون أوكراني على طول. هذه المدينة يا جماعة أنصحكم فيها كلش حلوة. أيضا جنبها في مدينة اسمها إيفانا فرانكوفسك، هذه المدينة فيها جبال الكارباث وفيها ثاني أطول جبل في العالم. أيضا فيها هناك راح تسوون حياة الأبواق والشواء على الأبواق، ذبائح للعوائل اللي محتاجة مثلا أجواء هادئة ومناظر خلابة أحلى من طرابزون. يعني باي باي طرابزون يا جماعة، عندكم ليفوف أنصحكم في ليفوف يا جماعة. خريسون، هذه المدينة موجودة أيضا في جنوب شرق أوكرانيا. بهذه المدينة موجودة سفاري، يعني أنتوا راح تركبون في قفص وبالسيارة والحيوانات حولكم. أنصحكم بهذه المدينة، مدينة كلش حلوة وأنصح فيها للناس اللي تبغى أكتيفيتي. سادسا ميكولايف.
بالنسبة لميكولايف، هذه المدينة موجودة بجنوب شرق أوكرانيا، أو بالأحرى وسط جنوب شرق أوكرانيا. هذه المدينة فيها بحيرة لون وردي، هذه البحيرة فيها كبريت، طبعا المنظر خيالي ولا أروع. وبالإضافة إلى الكبريت مثل ما تعرفون هو علاج المفاصل والبشرة وتساقط الشعر إلى آخره. سابيان زاتوكا، زاتوكا هي واحدة من أصغر مدن أوكرانيا. هذه زاتوكا موجودة في جنوب أوكرانيا، طبعا يسارها بحر ويمينها بحيرة، ومساحة 30 كيلومتر. هذه كلها شارع في نوادي الليل والشواطئ والمحلات. أوكي، زاتوكا طبعا في المدينة كلش حلوة، أنصح فيها الشباب وأنصح فيها الناس اللي تبغى تسوي شهر العسل. طبعا أكو مدينة كلش حلوة اسمها جزر مالديف أوكرانيا. هذه المدينة مناسبة فقط للناس اللي تبغى شهر عسل، يعني باي باي مالديف، تعالوا أوكرانيا. فالشي كلش حلو، أنصحكم يا جماعة. الأمري 1 دولار يساوي 27 غرينة. طبعا المطارات اللي موجودة، مطار العاصمة كييف، مطار بوريسبول يبعد عن العاصمة كييف 30 كيلومتر، وهذا هو المطار اللي أكثر السواح اللي تجي عليه، مطار أوديسا جنوب أوكرانيا، مطار خاركوف، ومطار ليفوف. موجودة أيضا مطارات أخرى لكن هذه من أهم المطارات اللي سائح يجي عليها. أول شيء ميزة شركتنا، طبعا ميزة شركتنا يا جماعة، أول شيء أنه الموظفين أوكران يتكلمون اللغة العربية سواء كانوا رجال أو نساء. بالإضافة عندنا موظفات مغربيات يتكلمون أيضا اللغة العربية والإنجليزية والروسية، بالإضافة إلى أني وزوجتي وشريكي في العمل من الأردن نتكلم اللغة العربية والروسية والتركية والإنجليزية. أوكي، هذه شغلة. الشغلة الثانية، طبعا الأسعار مالتنا منافسة ومناسبة للسواح لجذب أكثر عدد من السواح حتى نسيطر على سياحة هذا البلد. شركتنا توفر خدمة استقبال وتوديع المطار وجولات السياحية وحجز الفنادق وحجز الشقق وحجز الأكواخ وحجز الشاليهات وحجز السيارات إلى آخره. طبعا ليش أنتوا تحجزون من شركتنا؟ السبب أنه إحنا مسوين عقود ويا جميع هذه الأماكن اللي أنا ذكرتها. فالحين أنتوا لو دشيتوا على البوكينج أو على الاير بي ام بي أو على أي موقع ولقيتوا حجز فندق مثلا الليلة ب 100 دولار، عندنا راح تلقوها ب 90 دولار على سبيل المثال، لأنه إحنا عندنا خصومات من جميع الأماكن اللي موجودة في أوكرانيا علشان نجذب السائح. من الشغلات المهمة اللي تقدمها شركتنا، أو هي مو شغلة تقدمها وإنما هي شيء يشرفنا أنه نسويه، أنه علاقتنا مع السائح راح تكون على مدى طويلة علشان نسعى من تطوير شركتنا نحو الأفضل من نواحي الاستثمار ومن نواحي السياحة أيضا. طبعا بالنسبة للعنصرية، لا يوجد عنصرية نهائيا. إذا أنت تلبسين نقاب تلبسين حجاب، إذا أنت أسود أنت أبيض أنت أحمر، ماكو عنصرية نهائيا. بالنسبة للمناخ، طبعا عندنا الصيف من نهاية شهر الرابع نهاية شهر التاسع، فالسياحة الصيفية هذه بهذه الوقت تكون. عندنا من شهر التاسع إلى شهر الداعش راح يكون عندنا خريف، والأجواء الطبيعية بشهر الخريف كلش حلو، يعني الأشجار اللي لونها أصفر والتساقط في الشيء كلش حلو. عندنا من شهر 11 لحد شهر الرابع السياحة الشتوية للناس المحبة تزلج الجليد، محبة ركوب الغزلان، ركوب الذئاب، بالإضافة لبابا نويل ورأس السنة الأوكرانية. أكو مطاعم حلال تقدرون تأكلون براحتكم، يعني لا تشيلون هم الأكل. طبعا شركتنا من الخدمات اللي أيضا توفرها إنه ما يحتاج تجون وتجيبون العزبة معاكم، ممكن إحنا نجيب لكم العزبة وأنتوا تذبحون وتشوون وتسوون على راحتكم علشان ما تشيلون وزن وياكم زايد، والعزبة نقدمها لكم مجانا يا أخوان. مثل ما شفتوا هذا ملاحظ عن أوكرانيا، فلذلك منتظريكم تجون أوكرانيا ويا شركة ناستيا وآدم. هذه أرقامي على الواتساب، تواصلوا معانا وابشروا بالخدمة السياحية. منتظريكم في أوكرانيا.